الضغط الناس كنا حافظ كتاب الله. يعني حفظ كتاب الله لا شك أن له أثر بالتأكيد، فحافظ القرآن ومن فتح الله تعالى عليه بشيء من ذلك ليس كمن لا عناية له ولا دراية بالقرآن. أهل القرآن يبدو عليهم من سماء الصلاح والاستقامة وأثر القرآن في سلوكهم وأخلاقهم ما ينبغي أن يحفظ، لكن يعني هذا لا يمنعها مما أباح الله، لا يمنعها مما أحل الله، لا يمنعها من الزينة، لا يمنعها من، لكن يمنعها من الرديء. ولذلك يعني تحمد الله أن بوأ هذه المنزلة التي أصبحت فيها محل أسوة وقدوة وأثر، لكن هذا لا يحملها على الامتناع مما أحل الله تعالى. جميل. نسرين من الجزائر، أو عفوا أم الحسن من العراق، سألت عن أن الزوج يمنع إحدى زوجتيه من الهاتف ويسمح للأخرى، من هاتف الجوال ويسمح للأخرى، هل هذا يكون من عدم العدل أو من الظلم؟ والله يعني هو إذا استوت حالهما فمنع هذه وأذن لهذه مع استواء حالهما فلا شك أنه من الظلم، لكن قد يكون هناك مثلا من واحدة إسراف في استعمال الجهاز أو سوء استعمال له فيمنعها ولا يمنع الأخرى التي تستعمله على وجه مناسب، فلا يمكن التسوية بينهما ولا أيضا التفريق بينهما فيما إذا استوت حالهما. الواجب العدل وتقوى الله عز وجل. تذكر أم الحسن أنها تحاول أن توقظ أولادها لصلاة الفجر لكنهم لا يستجيبون لها، هل تستخدم الشدة في التعامل معهم في هذا الأمر؟ مما يرجع فيه إلى المصلحة، و وسائل الترغيب والترهيب، الحث والمنع في هذه الأمور مما تخضع لتحقيق المصلحة، ولكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يدفع بشيء من القوة للإصلاح، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لكن في استعمال الشدة ينبغي أن ينظر في ذلك إلى عواقبها وإلى الظرف. أحيانا يا أخي يكون إنسان في بيئة موبوءة، في بيئة منفلتة، لو شددت عليه لكان ذلك مفضيا إلى هروبه أو إلى تورطه فيما هو أعظم، فالمسألة ترجع وتخضع للموازنة بين المصالح والمفاسد وتقوى الله واللجأ إليه بالدعاء، وكل هذا مما يحقق خيرا كثيرا. عبد الحق من الجزائر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا عبد الحق. لدي سؤال واحد بقى. ما هو سؤالك؟ في عملية اختيار من الماء بتاع الرجل من الذكر من الأنثى ثم زرعه في، يعني قصدك أطفال الأنابيب؟ ها؟ قصدك أطفال الأنابيب؟ هاي. طيب السؤال واضح بإذن الله، شكرا جزيلا يا عبد الحق. غيث من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا غيث. تذكر يا شيخ لو سمحت. السؤال الأول. السؤال الأول، رجل يا شيخ عنده 50,000 دولار. والآن سعر الدولار في ليبيا يساوي 8 دينار ليبي، هل يزكي دولار أم يصرف بالليبيا ويزكي ليبيا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني في الآية الكريمة وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الإشكال عندي في ثم اهتدى يا شيخ، أليس لأنه قال في البداية لمن تاب. طيب عون، واضح سؤالك. السؤال الثالث يا غيث. طيب انقطع اتصال مع غيث. أم عبد المحسن من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
يعطيكم العافية جزاكم الله خير. يا هلا والله وسهلا، تفضل يا عبد المحسن. يا شيخ، في شخص طلب من شخص آخر أن يسجل باسمه إحدى العقارات لهذا الشخص، بحيث أنه يأخذ عن طريق هذا المسك هذا العقار قرض من بنك. فهل على صاحب المسكن الأساسي اسم قد يكون أن هذا القرض في مثلا ربا أو شيء، والطريقة بدون ربا وبدون شيء، هل هي يعني طيب ما فيها شيء؟ عندك سؤال آخر يا عبد المحسن؟ جزاك الله خير. حياك الله يا أختي، أهلا وسهلا. بقيت صلاة أبو عبد الأول من الجزائر، تفضل يا أبا عبد الأول. السلام عليكم يا شيخان. وعليكم السلام، حياك الله يا أبا عبد الأول. لا يوجد في هذا المكان إلا شيخ واحد وهو الشيخ خالد. لا الشيخان، الشيخ عبد الله والشيخ يعني الأستاذ. أنا أخوكم وحبك عبد الله، تفضل يا أبا عبد الأول. سؤال أول الشيخ، تفضل. سؤال أول فيما يخص سجدة الشكر أو سجدة التلاوة، هل فيها تكبيرة أم لا؟ طيب سؤال آخر. سؤال آخر، رجل يعني سعى بين الصفا والمروة، سعى في يعني في الأسفل، ثم كانت يعني زحمة كبيرة، خرج من الصفا في الشوط الثالث وطلع إلى الدور الأول وكمل الطواف يعني طيب. السعي. طيب عندك سؤال آخر يا أبا عبد الأول؟ سؤال آخر، نعم سالم، يعني الإنسان اغتسل ليلة الجمعة، هل يغتسل مرة أخرى يوم الجمعة أم لا؟ طيب حياك الله يا أخي العزيز. طيب آخر سؤال، أم أيمن من السعودية، تفضلي. عليكم السلام، تفضلي يا أم أيمن. يا أم أيمن ابعد الجوال شوي، لا يضغط على أرقام. طيب نعود مرة أخرى للأسئلة. أم الحسن أيضا سألت عن، هو قريب من سؤالها قبل قليل، بنتها عمرها 10 سنوات وترفض الحجاب، هل تجبرها عليه؟ تتدرج بها لعل الله أن يهديها. لكن هل البنت ملزمة في هذا السن؟ إذا كانت قد بلغت نعم، ولكن في مثل البيئات التي يعني مثل ما ذكرت قد يكون الإلزام بالقوة موجب لأثر سلبية كبيرة، يفعل إنسان ما يحقق المصلحة ويدرى المفسدة بالقدر الممكن، فاتقوا الله ما استطعتم. نواصل أيضا الأسئلة. أخونا أبو محمد من الجزائر سأل عن قراءة القرآن خلال أول أسبوع الأول من وفاة الميت، هل هي مشروع أم لا؟ لا ليست مشروع بهذه الطريقة التي يفعلها الناس من أنهم يختمون القرآن في 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 مجالس العزاء أو في غير مجالس العزاء، ويقدرون ذلك في أسبوع أو في شهر أو في 40 أو ما إلى ذلك، كل هذا لا دليل عليه ولا يشرع. سؤاله الثاني يقول، إذا وجد المسلم كافرا ميتا هل يدفنه؟ نعم، دفن الإنسان من إكرامه لجنس بني آدم، ولكن لا يدفنه في مقابر المسلمين، بل يدفنه في مكان بعيد عن مقابر أهل الإسلام. عبد الحق من الجزائر سأل عن طفل، عملية طفل الأنابيب، ما حكمها؟ طفل الأنابيب إذا دعت إلى ذلك حاجة، لا يفعل الإنسان إلا ضرورة، فإذا دعت إلى هذا حاجة وأمن من اختلاط الأنساب وكشف العورات بالقدر الزائد عما تدعو الحاجة إليه وأملت الفتنة فلا حرج في ذلك. يعني هذه الضوابط، أما اختيارا فالأصل أن يكون التلقيح باللقاء المعتاد بين الرجل والمرأة. أخونا غيث من ليبيا يقول، رجل عنده 50,000 دولار ويريد أن يزكيها، هل يزكيها بنفس العملة أم بعملة بلده الأصلي؟ لا يزكيها بنفس العملة، لأن الدولار
ليس كالدينار في الرغبة فيما يظهر والله تعالى أعلم. ولذلك لا يخرج زكاة الدولارات من الدنانير، بل ذلك داخل في قول الله تعالى وأنفقوا من طيبات، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا عمد إلى إخراج زكاة الدولارات بدنانير كان ذلك من إخراج الخبيث عن الطيب. طبعا ما له علاقة أن هذه عملة بلاد غير كافرة وهذه عملة بلاد مسلمة، هذا لا ليس مؤثرا. الكلام على المال الذي في يدي بغض النظر عن زكاة المال الذي في يدي بغض النظر عن أصل هذا المال أو ما إلى ذلك. سأل أيضا في قول الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أليس كونها يعني حينما تاب وآمن يكون قد اهتدى؟ يعني ثم هنا بالاهتداء هنا لزوم ذلك، هكذا قال المفسرون في بيان معنى قوله ثم اهتدى، أي لزم ذلك، أي دام على هذه الخصال من التوبة والعمل الصالح والإيمان، من التوبة والإيمان والعمل الصالح. أم عبد المحسن من السعودية سألت تقول أحد الأشخاص طلب أن ينقل عقار باسمه لأجل أن يقدم بناء عليه على قرض، التحويل صوري طبعا فيما يتعلق بالعقار، بس مجرد حتى يستكمل مسوغات الحصول على القرض، هل هذا جائز أم لا؟ هذا حيل على الربا وهو لا يجوز، وهو مخادع داخلة في قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. وهنا أقول يعني لو توضح كيف يكون حيلها من الربا، لأنه المقصود هنا المال الأرض هذه ليست له وليست مقصودة بالشراء، إنما هي وسيلة لأخذ هذا المال السيولة اللي هو التمويل بما يطلب من زيادات على هذا التمويل. فعوضا عن أن يأتي ويقول هذه 100,000 ريال قرض، يأتي ويقول هذه 100,000 بهذا الطريق الملتوي، يشتري ما ليس له فيه غرض أو ما لا قصد له فيه أو ما له أحيانا. وماذا يصنع الأرض لنفس المتمول، لكن ماذا يصنع هو لو بيقدمها ما يمكن يشتري من نفسه، فينقلها لاسم زوجته أو لاسم قريب ويذهب إلى البنك ويقول أبي هذه الأرض، وهو الذي يحدد مع البائع الثمن. فهذه الأرض ليست مقصودة، مثل ما قال عبد الله بن عباس حرير عمر بن عبد العزيز، وأيضا نقل عبد الله بن عباس حريرة بحريرة بينهما دراهم، يعني ما في قصد دراهم بدراهم بينهما، حريرة دراهم بدراهم بينهما، هذه دراهم بدراهم بينهما هذه الأرض هذا العقار. لكن إذا كان المقصود فقط منها هو أن يكمل مسوغات الحصول على التمويل، يعني مثلا قديما كان الصندوق العقاري كان يشترط أن يكون لديك أرض حتى تدخل في تمسك يعني الدور أو السرع عشان تحصل على القرض بعد 10 سنوات أو 5 سنوات وغيرها. لأن هذا يختلف، هذا يختلف عن الصورة الذي المسؤول عنها. الصورة المسؤول عنها هو يريد مال، ليس لاستحقاق بنك عقاري ولا غيره، إنما هو يريد تمويل، ما يجد من يقرضه المال إلا، فبالتالي يعمد إلى هذه الوسيلة، إنه إما ينقل نقلا صوريا لشيء يملكه حتى يشتريه هو ممن نقله إليه صوريا، فهنا دراهم بدراهم بينهما حاليا. أنا قد فهمت الأخرى هي أن الإنسان ينقل الأرض حتى يكمل مسوغات الحصول على القرض، الدخول في بنك عقاري أو في استحقاق يعني أو من أي جهة، بحيث أنه يحصل على تمويل لابد أن يكون عنده أرض موجودة حتى يكمل المسوغات هنا. هذه في هذه الحال ينظر إلى اشتراط هذا التملك، هل هو اشتراط حقيقي وبمعنى أنه فعلا لا يعطى أصلا إلا من يملك أرضا، أم أن هذا اشتراط يعني صوري أحيانا فقط ليس له قصد، ولذلك لو باع الأرض مباشرة ما أحد سأل عنه ولا قيل له أين الأرض التي بعتها أو أين الأرض التي تقدمت بها، فهذا يختلف منها من صورة إلى صورة. أبو عبد الأول من الجزائر سأل عن سجدة الشكر هل فيها تكبير؟
الظاهر ليس فيها تكبير لأنها سجود مجرد وليس فيه تكبير لا للهوي.